الخير مشاهدينا الكرام. أولا فيما يخص الحالة اليومية لشبكة الطرقات التابعة لإقليم اختصاص الدرك الوطني، على العموم مفتوحة للسير، حركة المرور بها عادية باستثناء دائما المقاطع الموجودة على مستوى المدن الكبرى والتي أعادة ما تعرف بعض الاختناقات، وهذا راجع إلى الكثافة المرورية من جهة، ومن جهة أخرى ورشة الأشغال الموضوعة على بعض المقاطع من شبكة الطرقات. على مستوى ولاية الجزائر العاصمة سجلنا الطريق السريع شرق غرب في شطرها الرابط بين الجزائر العاصمة وولاية البليدة يعرف بعض الاختناقات في عدة نقاط، وهذا رجع دائما إلى الكثافة المرورية. كذلك الطريق السريع الشرقي في شطرها الرابط بين الجزائر العاصمة والطريق الوطني رقم خمسة إلى غاية الحدود الإقليمية لولاية بومرداس يشهد اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية، وهذا ابتداء من السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء، خاصة على مستوى منطقة الطريق السريع الشرقي بالطريق السريع الجنوبي ببلدية الدار البيضاء. نفس الشيء بالنسبة للطريق السريع الجنوبي رقم 161 يشهد كذلك اختناقات في حركة المرور ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء، خاصة على مستوى محول المطار إلى غاية مدخل بلدية الدار البيضاء. كذلك سجلنا الطريق السريع الغربي في شطرها الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة زيرالدا عادة ما يعرف بعض الاختناقات في حركة المرور، خاصة في الفترة الصباحية ابتداء من محول بوشاوي إلى غاية جسر دال إبراهيم باتجاه الجزائر العاصمة. بولاية بومرداس سجلنا الطريق الوطني رقم 29 في شطرها الرابط بين بلدية بودوة وقدارة يعرف بعض الاختناقات بسبب ورشة الأشغال الموضوعة على مستوى حي تواشنا. أما بولاية بجاية فقد تم غلق أنفاق خراطة بسبب الأشغال في وجه حركة المرور، وهذا ليلا ابتداء من العاشرة إلى غاية الخامسة صباحا، وقد تم تحويل حركة المرور بالنسبة للمركبات ذات الوزن الخفيف عبر الطريق الوطني رقم 9 والطريق الولائي رقم 32. أما بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل فقد تم تحويلها عبر الطرق الوطنية رقم 43 و75 و26. بالنسبة لولاية قسنطينة سجلنا بها الطريق الوطني رقم 27 في شطرها الرابط بين مدينة قسنطينة وبلدية حما بوزيان يشهد بعض الاختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية، وهذا ابتداء من النقطة الكيلومترية رقم 10 إلى غاية النقطة الكيلومترية رقم 27 على مستوى يعني بالضبط مشتت فج فرحة إلى غاية جسر سمندو بواد وزر. بولاية باتنا سجلنا الطريق الوطني رقم 86 في شطرها الرابط بين مدينة سريانة والطريق الوطني رقم 3. هذا المحور عادة ما يعرض بعض الاختناقات في الفترة المسائية والصباحية بسبب الكثافة المرورية دائما، وبالضبط على طول جزء الرابط بين مدينة سريانة والطريق الوطني رقم 5. أما بالنسبة لولاية عند دفلة فقد سجلنا بها الطريق الوطني رقم 4 في شطرها الرابط بين بلدية انتريكي وخميس مليانة يشهد بعض الاختناقات، وهذا راجع إلى ورشات الأشغال الموضوعة من ابتداء من النقطة الكيلومترية رقم 68 إلى غاية النقطة الكيلومترية رقم 70. بالنسبة لولاية وهران سجلنا بها الطريق الولائي رقم 75 كذلك يشهد بعض الاختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية على مقطع من الطريق طوله تقريب 7 كيلومتر، وبالضبط على مستوى المكان المسمى دور بالقيد بإقليم بلدية بالجير ابتداء من السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء. بالنسبة لحوادث المرور المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، فوحدة الدرك الوطني سجلت 33 حادث مرور، أسفرت هذه الحوادث للأسف الشديد عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 72 شخص بجروح. بالمقارنة بنفس الفترة السابقة نجد أن هذه الفترة عرفت انخفاض في عدد الحوادث بسبع حوادث مرور، كذلك انخفاض في عدد القتلى بخمس أشخاص، ومن جهة أخرى ارتفاع في عدد الجرحى بثلاث جرح. الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولاية الجزائر العاصمة تيبازا المسيدة غليزان وولاية بسكرة. أما عن الأسباب العامة المؤدية إلى هذه الحوادث نجد أن السواق تسببوا في 29 حادث مرور، وهذا بمخالفات معروفة على رأسها الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، وعدم احترام المسافات الأمنية بين المركبات. المرة تسببوا في حادث مرور واحد، حالة المركبات تسببت في حادث